وقفي عندك، شو هالسخافة؟ لك يا زين، أمك ماتت من كم يوم بس، وأنت ومرتك مع بعض؟ بلا حكي فاضي. خلص نيشان، بكفي بقى. نحنا كلياتنا شفنا وشك الحقيقي، ما شفت بنت رخيصة مثلك. وين أنتي؟ وين أختي رابيل؟ رابيل ما في أحسن منها، مثل الملاك عن جد. أوه، رابيل صارت ملاك بالنسبة لإلك، ما هيك؟ هالمرة عديمة الشخصية، نسيتي شو عملت فيكي؟ اخرسي! قومي لعندي. إذا أنت بتجيبي سيرة رابيل على لسانك مرة تانية، ساعتها لا تلومي إلا حالك نيشال. أنت دمرتي حياتنا كلنا، أنت سبب دمار هالعيلة. وحدة حقودة مثلك ما بتناسبني تعيش ببيتي بالمرة. إلعي، طلعي لبرات البيت يلا. رح ندمك على هالشي يا زي، كيف بتتجرأ وبتضربني؟